ايه الحاجة المشتركة بين كل مديرين الكرة اللي جم النادي الاهلي؟ كلهم اسامي كبيرة جدا وكلهم نظام النادي محبوبين الاهلي، وسابوا بصمة كبيرة. نظام النادي الاهلي يعني زي ما قلت لك، يعني في حاجه بتساعدك اصلا. يعني احنا لو مثلا لو في تمرين بعد ساعه وانا مش موجود خالص، مش هتلاقي اللعيب بيتاخر اصلا. يعني هو مش جاي، هو ما مش جاي بيجيش في عشان خايف من اه طبعا حد هو او مش حاجة. بيجي في ميعاده عشان خايف من المسؤول اللي موجود، هو بيجي في ميعاده عشان ده نظام النادي الاهلي. يعني هو ده سيستم النادي الاهلي، فهو عارفه. حتى لو اتاخر دقيقه لا بيخش يقول لك معلش انا اتاخرت، عشان هو عارف ان كان هو هو هيتخصم منك، هيتخصم منك يعني خلاص. مين طيب من اللعيبه اللي موجودين دلوقتي الكبار حتى اللي انت شايف ان ده ينفع شخصيته تنفع كمدير كوره بعد كده للنادي في الاهلي؟ والله في وليد سليمان شخصية في مناسبة جدا، في محمد الشناوي بعد فترة طبعا بالتأكيد، في أيمن أشرف، في عمرو السولية. في ايه اللي في شخصيتهم حاجه مشتركه بتقول ان هم ممكن ينفعوا مديرين كوره بعد كده؟ بص، مدير الكرة يعني هو مش مسألة تطبيق لوائحه بس. يعني أنا دايما أقول إن في فرق شاسع ما بين الإداري والقيادي. يعني في طبعا واحد ممكن يبقى إداري شاطر، يعمل برامج، يفكر أفكار كويسة، يعمل سيستم هايل، يعمل يعني شكل حلو، وقت ظريف، يقعد يتكلم مع اللعيبة بشكل إيجابي. لكن لما تحصل مشكلة إزاي يبقى هو القائد بتاع الموضوع ده، إزاي إن هو يوجه الناس لحاجة معينة. ده القائد، الكلمة اللي تتقال في ده وقت القائد، معين. إن أنت إزاي يبقى ليك تأثيرك الإيجابي، إزاي تواجه، ما يبقاش في حاجة مستخبية. يعني إزاي يبقى في مواجهة صح أو غلط على فكرة. يعني لو حد بيتعامل معاك بشكل غلط إزاي تواجهه، أو حد يعني شايف نفسه زي ما بيقولوا إزاي تواجهه، لو حد كمان يعني أقل شوية إزاي تعليه، إزاي تعلي من شخصيته ومكانته. ازاي تمام. تشوف واحد مثلا عنده الامكانيات حلوه قوي لكن الشخصيه محتاجه تتزق شويه، ازاي تدي له الحته المسؤوليه دي عشان يقدر يعيش ويواكب الاحداث يعني معاك. يعني تكلم في انه يبقى قيادي مش بس يبقى اداري. طبعا ساعات السيد عبد الحفيظ بيقول كلام في وقت معين ممكن يتقال في وقت تاني يبقى عادي جدا، اه بس طبعا يتقال الوقت ده وراح في حته تانيه خالص. القرار نفسه توقيت. يعني انت ممكن تاخدي قرار الساعه 7 الصبح وتاخديه الساعه 9 بالليل. الساعه 9 بالليل ملوش لازمه، خلاص خلصت، ماتت، انتهت، انت فاهماني؟ بتقصد تدور على ترند، بتقصد ان لا انت لا لا خالص. تضايق حد زي ما انا هما عمري انا بيقولوا؟ عمري انا عمري والله ما شفت اي حاجه في حياتي قدامي غير مصلحه النادي. ما شفتش حاجه خالص غير مصلحه النادي. يعني انت ازاي تشوف المصلحه دلوقتي؟ يعني ممكن تبقى عايز تعمل حاجه بس لان لو ما عملتهاش دلوقتي اللعيبه هتتاثر او الفريق هيتاثر، فانت بتشوف مصلحه النادي بس، ما تشوفش حاجه تانية. يعني لان الأهلاوية من مصلحه النادي لو حصلت انت كمان هتنجح، أكيد فاهماني؟ يعني مش ممكن واحد هينجح على حسب المجموعه، لكن المجموعه لو نجحت هو هينجح هو هينجح اكيد. وسطه أكيد.